السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي. هنلتقي مع بعض النهاردة في حل أسئلة الـ Accumulative Basic Skills على فرع الجيومتري في كتاب المعاصر 2022. زي ما احنا متعودين، احنا بنحل الأسئلة بتاعتنا علشان نوصل لفكرة إن احنا نقضي على المشكلة بتاعت التراكمي اللي دايما بتواجهنا في الامتحانات. عندنا أول سؤال هنا بيقول: The corresponding angle of two similar polygons are in measure. طبعا على طول ما دام هم similar polygons يبقى لو بيتكلم على angles هقول له equal in measure، انما لو بيتكلم على sides كنت هقول له proportional. يبقى احنا فاكرين دايما، خلينا فاكرين عشان السؤال ممكن يجي كده وممكن يجي كده. هو السؤال بيقول ايه؟ لو قال لي في similar polygons ال two angles بيبقوا ايه؟ two corresponding angles بيبقوا equal، وال sides بيبقوا proportional. واكيد الكلام ده الناس الشاطرين اللي هم المذاكرين كويس اكيد حلوه في المحافظات كتير وعارفينه إن بيجي في الامتحان. Question 2 بيقول لي: The area of rhombus whose length of diagonals are 6 and 8 equals كام؟ طبعا أنا فاكر الـ area of rhombus الرول بتاعتها بتقول إن الـ area of rhombus equals half times diagonal 1 times diagonal 2. جميل جدا. يعني half times 6 times 8 ب 24 سنتيمتر سكوير، يبقى الإجابة الصحيحة اللي هي C. The number of axes of symmetry of two congruent circles touching externally. طبعا احنا عارفين الكلام ده المفروض ده في منهج السنه دي مش تراكمي، ولكن هو الكتاب حطه هنا في التراكمي فمفيش مشكله، عارفين ان هما two axes of symmetry. طيب تعالوا نرجع نقول القصه بتاعت axes of symmetry دي في السريع كده في عجاله علشان نبقى فاكرينها واحنا بنشرحها. يبقى يا شباب دول كده two congruent circles. تعالوا نشوف اول axes of symmetry، اللاين اللي احنا رسمناه ده كده بيعمل axis of symmetry. ليه axis of symmetry؟ لأنه أنا لو أخدت اللاين اللي قدامي ده كده وشفت two circles هلاقي إن هو الشكل اللي فوقه نفس أو symmetric مع الشكل اللي تحته. طيب تمام، هل في axis of symmetry تاني؟ في axis of symmetry تاني اللي هو عبارة عن إيه؟ اللي هو ال perpendicular اللي كده اللي هو ال common tangent. برضه ال common tangent بيعمل axis of symmetry. الكلام ده فين؟ في ال two congruent circles touching externally. تمام؟ طيب نشوف السؤال اللي بعده. Question 4 بيقول لي: The median of a triangle meet at same point which divide it into ratio أو each into ratio space to space from base. طيب دايما السؤال ده من الأسئلة بتاعت بريب 2، من الأسئلة المشهورة وكلكم أعتقد إن أنتوا فاكرينها لأن هي سهلة، إنه دايما بنبص هنا لو هو قال لي from base يبقى الراتيو بتبقى 1 to 2. لو قال لي from vertex، يعني هو لو نفس السؤال ده بس قال لي from vertex يبقى هروح قايل له 2 to 1. يعني الإجابة عندنا 1 to 2 اللي هو الاختيار A. ولكن هنا بقى عايزين نركز على حاجة مهمة جدا أحسن من الكلام ده كله. إن أحيانا كان بيجي في السؤال ده نفسه ويروح قايل لي the median of triangle divide it into ratio ويروح قايل لي 2 to space from A from base برضه. فانت كده مش طبعا الناس حافظين ان هي اما 1 to 2 يا اما 2 to 1. غلط. لا، انت لازم تبقى فاهم انه لو قال لي from base الجزء اللي عند البيز بيبقى هاف الجزء اللي عند الفيرتكس، يعني ده الثاني بيبقى الدبل بتاعه. يبقى انا دي 2 هتبقى 2 4، لو قال لي 3 هقول له 2 6، لو قال لي 5 هقول له 2 9. طبعا نفس الكلام الجزء اللي عند الفيرتكس بيبقى دبل الجزء اللي عند البيز، فلو هو قال لي 6 2 from vertex لو قال لي 6 2 هقول له 3. يا ريت دايما نتعامل مع كل الافكار بتاعه الماثماتكس على اساس ان هي فهم مش حفظ. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي: The projection of a line segment on a straight line is a point, then this line segment is a to the straight line. هتبقى perpendicular. ليه؟ يعني ايه projection اصلا؟ ده الستريت لاين ودي اللاين سيجمنت. اللاين سيجمنت اهي A B. لو انا نزلت البروجكشن يعني البربنديكولر بتاع الاي هينزل في بوينت هنا، ولو البربنديكولر بتاع البي برضه هينزل في بوينت. اذا انا بقى عندي البروجكشن بتاع اللاين سيجمنت مع الستريت لاين هو عباره عن ايه؟ عباره عن بوينت. وات ايفر مكان بقى هو بيتاتش الستريت لاين او لا، يبقى دايما البروجكشن ده بتاع اللاين سيجمنت على الستريت لاين لو كان بربنديكولر بيديني بوينت. بيديني ايه؟ بوينت. طب تعالوا نتكلم بقى شويه عن موضوع البروجكشن ده علشان نعرف الكيسز كلها. هو ايه هو قصه، يعني ايه قصه البروجكشن واللاين سيجمنت والفكره دي كلها عباره عن ايه؟ تعالوا بالراحه كده خلينا نفكر هنا في مكان
متسع. هنا أول حاجة إحنا هنرسم straight line عادي زي أي straight line ربنا خلقه أهو، وبعدين هنيجي نرسم فوقه أي line segment برضو زي أي line segment ربنا خلقها. عندي 3 cases. الكيس الأولانية إن يكون زي ما أنتم شايفين كده دي line segment وده straight line. الكيس الأولى يا شباب بتقول إن لو كانت اللاين سيجمنت أهي هنسميها AB دي parallel للستريت لاين زي ما أنا شايف، فالبروجيكشن بتاع ده هو عبارة عن البربنديكولار اللي هينزل تحت هتبقى عبارة عن A داش، والبروجيكشن بتاع ده هينزل بربنديكولار تحت يبقى B داش. طيب هنا في الحالة دي اللينث بتاع الـ AB واللينث بتاع الـ A داش B داش مالهم؟ بيبقوا إيكوال. يبقى في الحالة دي اللينث بتاع البروجيكشن أهو اللينث of projection بيبقى equal length of line segment اللي هي ال AB. امتى؟ لو كانت ال AB parallel لل straight line وليكن نسمي ده CD، نسمي ده CD يبقى parallel لل straight line اللي هو CD. طب ايه الكيس التانية اللي بعد كده؟ السكند كيس يا شباب لما يكون ستريت لاين واللاين سيجمنت زي كده مايله على الستريت لاين، فهنقول ان دي A مثلا ودي B. طبعا البروجيكشن بتاع البوينت، لا عشان برضو دي حاجه ممكن نتسال عنها، البروجيكشن اوف ا بوينت بيلونج تو ستريت لاين اون ذيس ستريت لاين از ذا سيم بوينت. يعني ايه؟ يعني البروجيكشن بتاع الاي هي الاي نفسها، البروجيكشن بتاع البي هينزل كده بيرمنديكولار تحت فهيبقى بي داش. هنا بقى هنقول ايه؟ هنا البروجيكشن ده اللي هو AB داش واللاين سيجمنت هي عباره عن ايه؟ طيب اللينث بقى ايه الريليشن اللي بينهم؟ ال AB داش less than ال AB. طيب الكيس الثالثه اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتاعت البربنديكولار، يعني ايه بربنديكولار؟ تعالوا نشوف على نفس او بنفس الفكره اللي عندنا هنا، هنعمل كده ادي ستريت لاين وادي لاين سيجمنت بيربنديكولار على الستريت لاين. في الحاله دي هنا خلي بالك علشان السؤال ده جه السنه دي في الاليوبيه وفي ناس كتير شاطرين وغلطوا فيه بالرغم من ان احنا حذرنا عنه كتير في بريب 2. ايه هو؟ انا لو قلت ان دي AB وده ستريت لاين وات ايفر مكان اسمه البروجيكشن بتاع الـ AB ما دام هو بيربنديكولار يبقى البروجيكشن هيبقى عباره عن بوينت يبقى B. فهو لو بيقول لي ذا بروجيكشن اوف AB وال AB اهي perpendicular on CD، انا افترض ان ده كده اسمه CD تمام، ودي perpendicular on CD. لو قال لي is هقول له a point، هقول له a point اللي هي مين؟ ال point B اللي هي ال point B. اما لو قال لي equal او قال لي the length يبقى هقول له على طول zero. لو هقال لي اللينث هقول له على طول equals A zero. يبقى انا لو بيتكلم على اللينث بتاع البروجيكشن ما هو عباره عن بوينت فاللينث بتاعها زيرو، لكن لو بيتكلم عنها هي ايه فلازم اقول له هي بوينت ولازم اقول له اسمها لو كان الرسم قدامي ومتحدد عندي مين البوينت الموجوده. طيب النهايه بقى بتاعت كل الكلام ده ان اللينث اوف بروجيكشن بيبقى عباره عن ايه؟ واللينث اوف لاين سيجمنت، ادي اللاين سيجمنت، ايه الريليشن اللي بينهم؟ والله لو اخدتوا بالكم في الثري كيسز اللي احنا قلناهم من شويه دول هنلاقي ان اول واحده كان اللينث بتاع البروجيكشن ايكوال اللاين سيجمنت، والثانيه اللينث بتاع البروجيكشن اقل من اللاين سيجمنت، والثالثه اللينث بتاع البروجيكشن زيرو. يبقى في كل الكيسز اللي عندي هيبقى دايما البروجيكشن يا اما اقل يا اما ايكوال اللاين سيجمنت، فدي برضو ده سؤال ممكن نتسال عليه. خلي بالكم اللي احنا بنعمله واحنا بنحل اي اسئله في التراكمي او غيره ان احنا دايما بنشرح الفكره والافكار المرتبطه بيها. يبقى length of projection دايما بيبقى less than or equal the length of line segment. طيب نطلع بقى فوق ونشوف. كان عندنا هنا سؤال، شوف السؤال خد مننا قد ايه، بس المهم ان احنا نفهم اللي احنا بنقوله. ABC is a right angle triangle at B
والـ AB equals 6 والـ BC equals 8 then its area. والله ببساطة من غير مرسم، من غير مرسم خالص، هو ده right at mean at B. يبقى الـ hypotenuse mean الـ AC. الـ AC الـ two sides بتوع الـ right angle اللي هم مين؟ الـ AB والـ BC. على طول الـ area هتبقى half الـ base times الـ height اللي هي half times 6 times 8. إيه ده؟ هو إحنا ما جبناش الـ AC ليه؟ طيب أنا لازم أبقى فاهم القصة دي برضو. لو أنا عندي هنا right angle triangle، أهو right angle triangle، الـ right at B، أدي B وأدي A وأدي C. البيز والهايت يا شباب لازم يكونوا الاثنين اللي بينهم البربنديكولار اللي هم التو سايدز دول. طب ما هو كان ممكن يقلب السؤال ويجي يقول لي ان دي 10 ودي 8، فكان لازم اروح اجيب السايد ده اللينث بتاعه اللي هو كان هيطلع عباره عن 6. طيب هو لا اوريدي مديني ان ده 6 وده 8، يبقى الاريا ايكوال هاف البيز تايمز الهايت. ماليش دعوه انا بالكلام ده، لا ماليش دعوه بال 10. طيب هنا بيقول لي the length of، يبقى احنا على طول قلنا half times 6 times 8 اللي هي ب 24، يبقى 24 سنتيمتر سكوير. The length of the side opposite to angle 30 in the right angle triangle equal half the length of hypotenuse. half the length of hypotenuse دي برضه من الثيرمز المهمة جدا في بريب 2 اللي اعتقد انه ما ينفعش يكون في حد نسيها. طب السؤال اللي بعده هنا بيقول لي if M1 and M2 are two slope of parallel lines then. حلو، لو هو قال لي ان هما parallel يا شباب يبقى M1 equals M2. طب لو قال ان هما perpendicular يبقى M1 M2 equals negative 1، او كان ممكن تجي لي بشكل تاني يقول لي ان M1 equals negative 1 over M2. الكلام ده احنا خدناه في الترم الاول، سألنا عليه كتير، سؤال تراكمي من الترم الاول مش من بريب 2 ولا بريب 1. يبقى على طول هقول له ان M1 equals M2. خلي بالك برضو ان كان ممكن يجيبها لي بشكل مختلف، يعني دايما الناس اللي بتحط الامتحانات بيحب يشغل دماغه علشان يشوف هل انت فاهم ولا حافظ. هو مش انا قلت ان هم parallel و M1 equals M2، كان ممكن يجيبها لي بالشكل ده M1 minus M2 equals 0، صح؟ ما هما الاثنين equals، يبقى subtraction بتاعهم 0. طبعا هنا the image of the point 2 and 3 by rotation O and 180. انا طبعا في رولز للروتيشن، انا عندي 3 رولز للروتيشن، واحده لل 180 وواحده لل 90 وواحده لل 270. وطبعا احنا اكيد شاطرين وعارفين ان ال 90 هي نفسها نيجاتيف 270 وال 270 هي نفسها نيجاتيف 90 وال 180 هي نفسها نيجاتيف 180. كل الروتيشن اللي انا بقوله ده اباوت الاوريجين بوينت. لو كانت البوينت الاساسيه اكس وواي يبقى الايمج بتاعتها الرول بتاعتنا هتقول ايه؟ يبقى الايمج بتاعت الاولانيه هتبقى عباره عن مين؟ نيجاتيف اكس ونيجاتيف واي. طب جميل جدا. طب لو هي الروتيشن 90 يبقى الروتيشن هيبقى ايه؟ لو الروتيشن 90 يبقى الاكس واي تقلب تبقى ايه؟ نيجاتيف واي واكس. يعني ايه؟ يعني نقلب الاكس والواي ونعكس اشاره الواي. طيب لو كانت 270 يا ابطال هتبقى عباره عن ايه؟ لو 270 فهتبقى y ونيجاتيف x، برضه هنعكس الاكس والواي ونعكس اشاره الاكس. طيب خلي بالك بس من الفرق بين الثلاثه دول، لان انت ممكن تتسال عن دي او دي او دي. طب هنا الروتيشن بيقول لي o and 180، يبقى على طول نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3 اللي هو الاختيار مين؟ دي. The side length of a rhombus equals L then its perimeter، ولا حاجة زي ال square وال rhombus، يبقى ما دام هو side L يبقى ال perimeter for L. طيب هنا بقى في سؤال برضو من الأسئلة المشهورة في موضوع التراكمي، مش موضوع عندنا، مش موجود هنا عندنا، ولكن شبه السؤال ده شوية. تعالوا كده نشوف إيه السؤال اللي أنا بقول عليه ممكن يقول. هو كان بيجيب لي سؤال بيقول لي إذا كان ال perimeter بتاع ال rhombus equals L then its area equals كام؟ هنا يا شباب ال parameter equal L، يبقى side equals L over 4، صح؟ يبقى ال area هتبقى ايه؟ L over 4 all power 2 اللي هي L over 4 all power 2، يعني L power 2 over 16. خلي بالكم المفروض الكلام ده احنا ما نقولوش، المفروض الكلام ده انت بتشغل دماغك وبتعرف الرولز اللي عندك وبتبدا تطبق عليها. الراحة كده لو هو مديني السايد لينث وعايز البارامتر بعمل تايمز 4، لكن لو مديني زي ما انا عملت كده في السؤال الاساسي ده، لكن لو هو عايز لو هو مديني البارامتر وعايز السايد يبقى هعمل ايه؟ ديفايدد 4. طب بعد ما عملت ديفايدد 4 هجيب الاريا اعمل له باور. The measure of interior angle of regular hexagon equals كام؟ hexagon يبقى 120.
طبعا ال 180 دي اللي هي بتاعت مين؟ دي بتاعت البنتاجون، برضو عشان تبقوا عارفينهم. وال 135 دي بتاعت الاوكتاجون. وال 60 بتاعت الايكولاترال تراينجل، بتاعت الايكولاترال تراينجل. طب هي الرول كانت بتقول ايه؟ لان السؤال ده برضو اتكرر كتير. السؤال ده كان بيقول ان الميجر بتاع الانجل اللي هي الاكس ايكوالز n minus 2 times 180 over n. يبقى على طول لو جينا قلنا ده regular hexagon، الهكساجون فيه 6 sides، يبقى 6 minus 2 times 180 over 6 اللي هي تطلع 120. إذا كان m is a circle of radius length equal r then the length of circumcircle. length of circumcircle ركز معايا بالراحة كده يا جميل. ال m then the length of sorry semicircle. The length of semicircle. طيب هو يعني ايه length of semicircle؟ وهو مديني هنا ان radius equals r. هي يعني ايه اصلا semicircle؟ بص يا جميل، انت عندك هنا semicircle زي ما احنا عارفين بيبقى شكلها ايه؟ بيبقى شكلها عبارة عن half circle. طيب جميل جدا. ال length بتاع semicircle هو half ال perimeter، فبالتالي انا ال circumference sorry. يبقى circumference equals mean equal to pi r. يبقى على طول اللينث بتاع السيمي سيركل ايكوالز باي ار. طيب هنا بقى في حاجه مهمه جدا لازم نفرق بين نقطتين متشابهين ممكن يخلوا الحل بتاعنا كله غلط. في فرق بين لما يجي يسالك يقول لك ذا لينث اوف سيمي سيركل والبريمتر اوف سيمي سيركل، ايه الفرق بينهم؟ لو قال اللينث يبقى انا باخد الجزء ده اللي هو الارك بس اللي هو باي ار اللي هو هاف السيركمفرنس، لكن لو قال لي البريمتر يبقى كنت هزود معاه مين كمان؟ كنت هزود معاك الجزء ده اللي تحت، فهقول له باي ار بلس 2 ار بلس 2 ار او بلس الدي او بلس الدي. ليه؟ لان لو قال بريمتر يبقى انت بتاخد الاوتر لينث كله اللي هو الجزء اللي فوق ده مع الجزء اللي تحت، لكن لو قال لي اللينث اوف سيمي سيركل يبقى الارك ده اللي هو هاف السيركل اللي هو هاف سيركل. طيب ذا لينث اوف arc opposite to third circle ولا حاجة. لو قال لي third circle وعايز arc يبقى third times 2 pi r اللي هي 2 over 3 pi r. برضو ده من الأسئلة اللي هي الشائعة في الجزء بتاعنا من المنهج واللي ممكن نتسأل. احنا قلنا هنا الإجابة دي وهنا الإجابة دي وهنا الإجابة دي وهنا الإجابة دي. طيب نشوف هنا كده، هنا بيقول لي the square of perimeter 20 then its area. طبعا ده perimeter هنجيب منه السايد على طول اللي هو 20 over 4 ب 5، يبقى الاريا equals 5 power 2 اللي هي 25 سنتيمتر square. the two diagonals are equal in length and not perpendicular. نخلي بالنا نشوف، بص ثلاث حروف ممكن يودوني ورا الشمس في الامتحان. ليه؟ لو قال لي diagonals are equal in length وسكت، خلي بالك من الكيسز كلهم. لو قال equal in length وسكت هقول له ريكتانجل، لو قال لي equal in length وبيربنديكولار يبقى سكوير، لكن لو قال لي equal in length and not perpendicular يبقى خلاص هو بيأكد ان هي ايه؟ ريكتانجل. طب لو قال perpendicular and not equal in length كان هيبقى رومبس. وارجعوا للبروبرتيز دي لازم تبقوا فاهمينها، موجوده خدتوها في primary 6 وخدتوها في السنه دي في الترم الاول. طيب كوساين 2x equals half then ال x equal كام؟ طب ما هو كوساين 2x equal half، مين اللي الكوساين بتاعه ب half؟ ال 60. يبقى 2x equals 60 يبقى ال x equal كام؟ 30. يبقى انا على طول عرفت ان ال x equal 30. انا بيقول لي right angle at C the angles A and B are، خلاص هو right at C يبقى التو انجلز التانيين الصم بتاعهم 90 فهم complementary. طبعا احنا كنا بنقول واحنا صغيرين كتير الكلام ده complementary وsupplementary، ايه الفرق بينهم؟ طبعا الcomplementary دي يا شباب اللي هي لو عملنا كده بقت 90 يبقى الصم بتاعهم 90، والsupplementary كنا بنقول كده يبقى بقت 180. خليكم الحاجات دي اخدتوها في بريب 1 وهتتسألوا عنها هتستفيدوا منها. طيب في ايه تاني من المعلومات اللي ممكن نتسال عنها في الكومبلمنتري انجل؟ ممكن يجيب لي سؤال من الترم الاول ويقول لي ان هما تو كومبلمنتري انجلز اللي هما الاي والبي ده، ويروح قايل لي ان ساين الاي ايكوالز اي ايكوالز كوساين البي. احنا عارفين ان التو كومبلمنتري انجلز الساين بتاع اي واحده فيهم ايكوال كوساين الثانيه، والتان بتاع اي واحده فيهم مقلوب تان الثانيه. طيب the two parallel lines to third are parallel. احنا قلنا
ينفع يبقوا 3 lines أهم 3، ده parallel لده وده parallel لده، يبقى اللي في النص ده parallel للتلاتة ولا لأ؟ أي نعم. طيب أمال لو دخل perpendicular في الريليشن، لو دخل perpendicular يبقى لازم يبقى عندي 2 perpendicular وواحد parallel، 2 perpendicular وواحد parallel. يعني الأسئلة اللي زي دي ممكن تجيلي بالشكل ده، يقول لي L1 parallel ل L2 و L3 parallel ل L2 then L1 و L2، هقول له parallel. طيب لو هي ما بقتش كده، لو هي بقت مختلفة عن الكلام ده كده، يعني هو قال لي L1، أو خلينا نكتب برضو معلش بلاش كسل، أدي L1 أهي، L1 parallel ل L2 و L1 perpendicular على L2 يبقى سوري L3 يبقى L2 و L3 الريليشن اللي بينهم هتبقى ايه؟ perpendicular برضو. يعني لو دخل perpendicular في الريليشنز يبقى 2 perpendicular و1 parallel، او الثلاثه parallel، مفيش غير كده. طيب شوف السؤال اللي بعده، بيقول لي the radius length of circle whose center the center and passing through the، طبعا الكلام ده موجود في الترم الاول، تطبيق على الترم الاول والترم الثاني مع بعض، وكان ممكن نتسال عليه في الاول او في الثاني عادي. ليه؟ لان هنا انا هستخدم الديستنس بين تو بوينتس. طيب ايه هو الديستنس؟ الديستنس كان بيقول روت x1 minus x2 باور 2 y1 minus y2 باور 2 ف7 minus 3 ب4 باور 2 بلس 4 minus 1 ب3 باور 2 اللي هو ايه؟ يطلع ب5. طب خلي بالك بقى ان كان ممكن ما يسالكش على اللينث بتاع الراديوس، كان ممكن يقول لك دايمتر فهتقول له تايمز 2 يعني 10، كان ممكن يقول لك سيركمفرنس فهتقول له 2 تايمز 5 تايمز باي اللي هي 10 باي، كان ممكن يقول لك اريا يبقى كنت هتقول له باي باور 2 تايمز باي اللي هي 25 باي. ركزوا في كل كلمه بقولها، وقف الفيديو كده واسمعه 20 مره، لكن لازم تفهم ان السؤال ما بيجيش بشكل واحد، لازم يبقى فيه لف ودوران والا مش هتكون ماث. يبقى انا عندي هنا اللينث بتاع الراديوس زي ما احنا حطيناه كده ب5. The number of axes of symmetry of square equals 4. طبعا لازم نبقى عارفين ال number of axes of symmetry بتاعت كل الجيومتريك فيجرز. الكلام ده موجود واخدناه في حالات كتير وتعلمناه كتير وهنتسال عليه. على فكره ال number of axes of symmetry من الحاجات اللي بنتسال عليها كتير. زي ما قلنا كده هنشوف some geometric figures وال number of axes of symmetry بتاعتهم. الايكولاترال triangle دايما عنده 3 axes of symmetry زي ما احنا شايفين. الايسوسيلس triangle 1 والسكالين triangle 0 والباراليلوجرام 0 والرومبس 2 والريكتانجل 2، طبعا الحاجات دي المفروض ان انتوا درستوها من برايمري 5 و6 كمان وخدناها في بريب 1، فبنتسال عنها في الامتحانات. الحاجات دي لازم تبقى عارفها، لو مش مكتوب عندك اكتبها علشان تبقى عارف وانت داخل الامتحان، ويفترض انك انت اصلا تكون فاكرها. السكوير بيبقوا 4 والريجولار هيكساجون بيبقوا 6 والايسوسيلس ترابيزيوم 1 والترابيزيوم العادي من غير ايسوسيلس، ونركز على الفرق بينهم ايكوالز 0. طبعا كنا بنصنف بنقول انه ايسوسيلس ترابيزيوم ايسوسيلس ترينجل 1 السكالين ترينجل والباراليلوجرام والترابيزيوم العادي 0، لو احنا عايزين نظبطهم كده بالنمبر اوف اكسس اوف سيمتري. الريكتانجل والرومبس كنا بنقول بيبداوا بحرف الار، ليها رجلين، لو انتم فاكرين كنا بنقول كده واحنا صغيرين، يبقى ليها 2 اكسس اوف سيمتري. والايكولاترال ترينجل هو الوحيد اللي ليه 3 اكسس اوف سيمتري، والسكوير 4، الريجولار بنتاجون يبقى 5، ريجولار هيكساجون يبقى 6. طيب related بقى مع المنهج بتاعنا، السيركل ليها infinite number of axes of symmetry والسيمي سيركل بيبقى ليها just one axis of symmetry. الكلام ده مهم واساسي بيجي في الامتحان كمان. السيركل بيبقى ليها infinite number of axes of symmetry والسيمي سيركل بيبقى ليها only one axis of symmetry زي الايسوسيلس ترابيزيوم والايسوسيلس triangle. نرجع نشوف الباقي، بيقول لي the numbers 5 and 4 can be sides of triangle. برضه سؤال معتمد على منهج جريب 2. الموضوع ببساطه شديده جدا انك انت بتجيب اللينس بتاع الثيرد سايد وتقول له greater وسمولر، greater than الديفرنس وسمولر than السم. الديفرنس اللي هو 1 5 minus 4 والسم اللي هو 9. اي حاجه هنا يبقى ينفع يكون سايد اوف تريانجل. ال1 ما ينفعش وال9 ما ينفعش، واي حاجه اكتر من ال9 ما تنفعش. يبقى ال8 تمام ينفع لان هو اقل من ال9 واكبر من ال1، طبعا ده ال9 لا وال10 لا وال12 لا. شوف السؤال اللي بعده، هنا بيقول لي triangle xyz the right angle triangle at y
then ال x z وال y z والله من غير ما اتعب نفسي، ما دام هو right at y يبقى اي سايدين فيهم y هيبقوا perpendicular على بعض. احنا قلنا اهو ده right وادي right at y. حاول دايما لما يجي لك حاجه زي كده لو ما عرفتهاش ترسم، بس طبعا انت لو شاطر هتعرف لوحدك. يبقى x z و y z ايه العلاقه بينهم؟ ثواني بقى، ال x z ده اللي هو مين؟ hypotenuse. يبقى ال x z ده greater than ال y z قطعا. طب greater ولا greater than or equal؟ لا لازم يبقى greater، يبقى ال hypotenuse هو بيبقى longest side in triangle. هنا بيقول لي in the opposite triangle ال AB equal AC، AB equals AC. يبقى دايما بنتعامل مع فكرة ال isosceles triangle. كان ممكن يجي لك السؤال ده بشكل تاني، ايه هو؟ ما يقولكش AB equal AC، يقول لك ان الانجل دي قد الانجل دي. طب ما هو ما دام الانجل دي قد الانجل دي يبقى ده قد ده، اللي هو ال isosceles triangle theorem. طب انا عندي هنا ايه يا شباب؟ انا عندي هنا 2x minus 1 equals x plus 2. يبقى هنجمع الاكسات في ناحيه والنمبرز في ناحيه، تيجي الاكس هنا 2x minus x بx equals و2 plus 1 ب3، يبقى الاكس ب3. 3 plus 2 اللي هي 5 و2 times 3 minus 1 برضه 5، يبقى انا كده كلامي سليم ان الاكس equal 3. برضه نفس السؤال ده كان ممكن يجي بشكل تاني، يجيب لي نفس الكلام ده ويروح حاطط لي هنا مثلا x plus 4. فبالتالي هقول له ايه؟ هقول له ثواني بقى كده يا جميل، انت عندك هنا x plus 4 وانا اصلا لسه مطلع ان الاكس مثلا ب 3، يبقى 3 plus 4 ب 7، يبقى السايد ده ايكوالز كام؟ ايكوالز 7. فنركز لو هو اشتغل على ان هو عايز البريمتر، هنقول له 5 plus 5 plus 7. لو الفكره هي بس مجرد كده، يبقى ما دام السايد ايكوال ده يبقى هعمل ايكويشنز ان ده ايكوالز الاكسبريشن ده ايكوال الاكسبريشن. هنا بيقول لي question 23 بيقول لي ان ال y belong لل x z، يبقى انا هرسم line segment على طول اللي هي x z. ادي line segment جميلة x z اهي، وبيقول انه ال y belong لل x z. تمام جدا، هنحط ال y في مكان ما، ادي x وادي z، وال y في مكان ما هنا. بس قبل ما اشوفها هشوف هنا ايه ال given اللي عندي. بيقول لي ان ال x y equals 2 y z، يعني ده قد ده مرتين. يبقى ادي ال y والريشيو هنا 2 وهنا 1، يعني ده قد ده مرتين زي ما هو قايل كده. هنا بيقول لي the area of square drawn sorry the area of square drawn on xy، يبقى السكوير اللي هيترسم على ال xy ده يبقى equals كام؟ هاجي بقى هنا بذكاء بسيط كده من غير ما نتعب نفسنا ونقول له ان ده سكوير، وعايز الاريا بتاعت السكوير اللي هيترسم على الاكس زد، وعايز الريليشن بينهم. فهاجي هرسم سكوير تاني اهو على الاكس زد، وهقول ان انا عايز الريليشن بين الاريا دي والاريا دي. طب بص يا جميل معايا علشان تفهم القصه عايزه تقول ايه. انا لو قلت ان السايد بتاع السكوير ده 2 يبقى السكوير ده ايكوالز 4، الاريا بتاعته ايكوالز 4. طب لو قلت ان السايد ده ايكوال 3 يبقى الاريا بتاعته ايكوالز 9. يبقى ال area of the square drawn on xy to the area of square drawn on yz equals 4 over 9. 4 over 9. نشوف السؤال اللي بعده. هنا احنا قلنا 4 over 9. هنا بيقول لي M is a center of circle. يبقى ال M center of circle. Then measure of angle CMB. فين CMB؟ ادي CMB اللي هي الانجل الجميلة دي. طيب انا ايه الجيفنز اللي عندي؟ ولا حاجه، الكلام ده يمكن تقريبا بتاع برايمري 5. لو مديك هنا ال مديني هنا اللي هي البرسنتج بتاعت كل جزء، الجزء ده 50 يعني الانجل بتاعته 180. ليه؟ ما هو هاف السيركل. طب انا ما اعرفش اتعامل كده سهله. لما اكون عايز اجيب الانجل اللي هنا طبعا هقول ان دي 50% دي 40%، يبقى الباقي عباره عن 100% minus 50% minus 40% يعني equals 10%. طب استفدت انا ايه من الكلام ده؟ استفدت ان الانجل اللي هنا 10%. طب 10% يعني ايه؟ يعني 10 over 100 times the central angle كلها equals 360، يعني الكلام ده equal 36 degree. يبقى 36 degree. طب خلي بالك ان هو لو كمل كده ورسم لك هنا الانسكرايبت كانت هتبقى الهاف بتاعها يعني 18. فنركز على الحاجات دي. السؤال ده من الاسئله المشهوره جدا في الامتحانات، السؤال ده. السؤال اللي بعده من الاسئله المشهوره جدا في الامتحانات في الاكيميليتيف، ويعني
مشكلته مش كبيرة، هو حاجة عادية جدا. بيقول لي إن الـ AD is diameter of circle، ده الـ AD is diameter of circle ده 14 وده كده كله 28. هنا بيقول لي the area of the shaded region. طيب مين هي الشادد ريجن اللي موجودة قدامي؟ طبعا هو في الرسمة هنا كده الكلام ده مش واضح، ولكن هي الشادد ريجن كانت بتبقى عبارة عن الجزء ده. طيب الاريا بتاعت الشادد ريجن دي عباره عن ايه؟ الاريا بتاعت الترابيزيوم ماينس الاريا اوف سيمي سيركل. بنركز بالراحه كده. الاريا بتاعت الترابيزيوم اصلا ايكوالز مين؟ ايكوال هاف تايمز بيز 1 بلس بيز 2 طبعا بتوين براكتس تايمز الهايت. طب الهايت اللي هو كام؟ مش ده كله 14 يا شباب؟ الهايت ده اللي هو الراديوس، لان ده كده بيبقى بيربنديكولار. طب الهايت اللي هو الراديوس هيبقى كام؟ هيبقى 7. يبقى أنا عندي half times 14 plus 28 times 7. دي الـ area of trapezium اللي هي تطلع كام؟ هتطلع 147. طيب هنخلص كده؟ لا أصبر، لسه في الـ area of semicircle اللي هي half الـ area of circle. طب الـ area of circle مين؟ مش ده 7؟ أيوة، يبقى على طول 7 times pi power 7 power 2 اللي هي pi r power 2. أدي 7 power 2 اللي هي الـ r power 2، وأدي pi اللي 22 over 154. طب انا هعمل ايه بقى؟ هعمل 147 minus 154؟ لا اوعى تعمل كده، انت اصلا شغال على سيمي سيركل يعني هاف السيركل، يبقى هتاخد ده كده اوفر 2 اللي هو يطلع كام؟ يطلع 77. طب هنعمل سبتراكشن اللي هو 147 minus 77 تطلع في الاخر ايكوالز كام؟ ايكوال 70 سنتيمتر سكوير اللي هو الاختيار الاولاني اللي هو الاختيار A. نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي the side length of square ABCD اللي هو اللي مرة ده 7 and of square XYZL is 3، يبقى ده 7 وده 3. ال area of shaded part طبعا اللي هو ال area اللي بينهم، ده سؤال حلو وسهل ما فيهوش حاجة، يبقى 7 power 2 اللي هي ال area الكبيرة minus ال area الصغيرة اللي هي 3 power 2، فهتطلع ب 49 minus 9 equals 40 سنتيمتر سكوير. فين الكلام ده؟ طبعا واحد يقول لي اصل هجرب على الكالكليتر واعرف. لا بالراحه كده، خليك ذكي وناصح، انت ممكن تبقى تستفيد من اللي انت درسته قبل كده وما تستخدمش كالكليتر ولا تقعد تحسب ده كله. هي مش 49 minus 7 او 7 باور 2 minus 3 باور 2؟ ايوه. طب ما هو ده difference between two squares اللي هو عباره عن ايه؟ 7 minus 3 في 7 plus 3. طيب 7 بلس 3 اللي هي 7 باور 2 ماينس 3 باور 2 اللي هو دي، تمام. كان ممكن الاختيار بتاعنا يجي لنا بالشكل ده، كان ممكن يقول لي كده، او ممكن يقول لي 4 تايمز 7 بلس 3. لازم تبقى عارف شكل الاجابه حتى لو اختلفت وجت بشكل او باخر عشان تبقى بتتعامل مع الاسئله بفهم مش بحفظ. فاضل لنا كام سؤال فاضل؟ في هنا اربع اسئله، تمام. هنا بيقول ABC is a triangle have one symmetric axis، يبقى على طول isosceles، تمام. And its side length are 10, 5 and x. ال x equal كام؟ كنت انا بقول دايما على طول من غير ما نتعب نفسنا في ال isosceles triangle، لو مديني two sides، لو مديني two sides equal بعض، وهو بيقول لي ان هو isosceles، سوري two sides مختلفين، وعايز السايد الثالث باخده equals الكبير، يبقى على طول 10. ليه؟ لان هي اصلا الريليشن عباره عن ايه؟ انا هقول ان السايد الثالث اللي هو ال L استخدمناها من شويه between the difference والسم، يبقى difference 5 والسم 15. طبعا هو ما ينفعش يبقى equal 5، فهو الثالث ما ينفعش يكون 5، وهو بما انه هو isosceles يبقى لازم في 2 equals بعض. وكنت بقول لكم السنه اللي فاتت يا شباب نريح دماغنا، ودايما لما يجي لنا السؤال ده بيبقى غالبا 99% ان الاختيار الاكس ده بيبقى هو نفسه الكبير. هنا بيقول لي the length of AB، تعالوا نشوف الـ AB ده equals كام. اولا ده right angle triangle، يبقى انا هقدر اجيب الـ BD. الـ BD equals كام يا شباب؟ الـ BD equals 6 power 2 plus 8 power 2 تحت الروت، يعني equals 10 ببايثاغورس. طيب انا استفدت ايه؟ هو عايز الـ length بتاع الـ AB اللي هو ده، هنعمله ازاي؟ بالراحة كده. انت مش انت عندك هنا انجل 60 وهنا انجل 60؟ ايوه، يبقى على طول اوتوماتيكلي الانجل الثالثه 60، يعني ده ايكولاترال ترينجل، يبقى ده كمان 10 وده كمان ايه 10، يعني الاختيار الصحيح. هنا بيقول لي the rectangular picture its length equal 60 and width equal 40 it need to make
a wooden frame of width 5 سنتيمتر، then the total area equals 10. طيب بنروح كده وركز معايا علشان تبقى فاهم السؤال عايز. هذا الرجل الطيب بيقول لك ان انت عندك ريكتانجلر بيكتشر شكلها عباره عن ريكتانجل وليها لينث وليها ويدث، وهو ادي اللينث وادي الويدث، عايز يعمل لها وودن فريم الويدث بتاعه 5. يعني ايه وودن فريم؟ يعني هي البيكتشر اهي وهيركب وودن فريم، يعني فريم من بره عليها من بره. طب الفريم ده قد ايه؟ هو بيقول لي ان الويدث بتاعه ايكوالز كام؟ ايكوالز 5. الويدث بتاعه ايكوالز 5، معلش عشان بس ايه ما يحصلش لخبطه اهو. فده اللي هو الفريم بتاع البيكتشر اللي عندنا. طب نركز بقى بالراحه كده، لما يكون الويدث ده 40 والويدث بتاع الفريم 5، يبقى ده 5 وده 5 وهنا كده ده كله 40، يبقى 5 و40 و5 ب50، يبقى الويدث الجديد بقى 50. نفس الكلام هتزود الويدث ده مرتين اللي هو 5 و5 على 60 فهيبقى 70، يبقى 60 و70 و50، يعني الاريا ايكوالز كام؟ لينث باي ويدث اللي هي 70 باي 50، يعني ايكوالز 3500 اللي هي البي. طيب هنا بيقول لي الام اي and MB are two perpendicular radii in circle M. The area of triangle AMB equals 8 centimeters. Then the length of the radius of circle equals 10. طب تعالوا نشوف القصة دي عبارة عن إيه برضه. أول حاجة هرسم سيركل عادي زي أي سيركل ربنا خلقها. وبيقول لي الـ MA والـ MB are two perpendicular radii. حلو جدا، يبقى أدي radius وادي الراديوس تاني اللي هو البربنديكولار عليه. جميل جدا، واهو نسميها ام اي وام بي علشان ادي ام وادي اي وادي بي. وهنا بيقول لي the area of triangle ام اي بي، يعني ايه ام اي بي اللي هو التراينجل ده؟ الاريا ايكوالز كام؟ هما مش دول بربنديكولار؟ ايوه، وده كده اللي هو التراينجل اهو، ده كده التراينجل اللي هو قال عليه. الاريا بتاعت التراينجل مش ايكوال هاف البيس تايمز هايت؟ طب تمام، ده راديوس وده راديوس، يبقى الاريا ايكوال مين؟ هاف تايمز راديوس تايمز راديوس اللي هي هاف ال 4 باور 2 ايكوالز كام؟ 8. يبقى ال 4 باور 2 ايكوالز الهاف تروح هناك تبقى تايمز 2 يعني 16، يبقى ال r ايكوالز 4. ما حدش يقول لي بص النيجاتيف 4 لان ده راديوس، يبقى على طول الراديوس اوف سيركل ايكوالز 4، يبقى الاجابه بتاعتي اللي هي C. وبكده يا شباب يبقى خلصنا الاسئله بتاعت الاكيوميليتيف بيزك سكيلز بتاعت الجيومتري. اتمنى ان احنا نكون فهمنا، واتمنى ان احنا نكون لمينا الافكار مع بعضها، وباذن الله ان شاء الله الامتحان يكون بسيط وتكونوا موفقين فيه ان شاء الله.